المداخلة الأخيرة نختم مع الباحث حميد الغشاوي من مختبر السرديات الدار البيضاء الذي عنوان مداخلته بتحديث القصيدة الزجلية، وسيدرس ديوانين معا، الديوان الأول والديوان الثاني، فليتفضل. مشكور. تحية طيبة للحضور. شكرا سيد الرئيس. سأحاول أن ندرس تجربة عبد العزيز غالي ونضعه في سياق الثقافي الزجلي وما يعرفه الآن من تسويغ حول الحديث عن القصيدة الزجلية وعلاقته بالحداثة. نسعى من خلال هذه الورقة إلى إيجاد تسويق لقراءة الزجل أولا، وإعطاء بعض القضايا النقدية التي يجب الاهتمام بها لوضع القصيدة الزجلية على سكة الطريق الصحيح، لأن النسق الإبداعي الزجلي صار اليوم يعرف خرقا أو خلطا في المفاهيم التي تؤطره. لن نحاول أن نقيم وزنا لتلك الآراء التي تزعم بحداثة القصيدة الزجلية حديثا، لأننا نميل إلى اعتبار القصيدة الزجلية الآنية تعيش مخاض الأزمة، تكمن في تشتتها وغياب معايير تنتظم وفقها لكي نحكم على من يخرج من جلباب النسق والأنموذج، وهي ظاهرة حضارية في ناتجة عن غياب حركة نقدية وافية تستجيب لتطلعات القصيدة الزجلية وأفق تنوعها الإبداعي والكمي. قبل البدء في بسط الحديث عن تجربة الزجال المغربي عبد العزيز غالي من خلال ديوانين زجليين هما أخبار فراسك وعلى رقبتي، لابد من إبداء بعض الملاحظات حول العنوان المقترح وهو تحديث القصيدة الزجلية، وهي ملاحظات غرضها الأساس أن تصل إلى تحديد أقرب إلى الوضوح لمفهوم الحداثة في القصيدة الزجلية، كما أنها تهدف إلى وضع صحيح لإشكالية العلاقة بين القصيدة الزجلية والإبداع النقدي الأدبي، إيمانا منا أن الوقت لا يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الكباب الجدي على تشريح وتأصيل القصيدة الزجلية بمحدداتها وتجلياتها، وأن لا نكتفي بالقراءة الارتجالية والانطباعية السائدة. الآن في المفهوم اللغوي تعني كلمة الزجل بالتحريك اللعب والجبلة ورفع الصوت، وخص به التطريب، والزجل رفع الصوت الطريب. إذن هذا تعريف لابن ماندور. هذا التعريف يجعلنا نقف عند ثلاث نقاط، وهي الصوت العالي المتخلق عن حركة معينة، ثانيا رفع الصوت الممزوج بالتطريب، ثالثا الغناء الذي يأتي بناء على المزج بين الصوت والتطريب. يخص هذا التعريف القصيدة الزجلية حين كانت شفهية، أما في وقتنا الحالي الحاضر فقد انزحت إلى التدوين الذي ضمن لها الممارسة الوجودية، والقصد الذي نهدف إليه يخالف جذر الكلمة من حيث لا يكتفي أن نتغنى بالأشياء، وإنما لا بد من التفكير فيها. إن المعاني العامية حسب الجرجاني لا مزية فيها، وأن المزية هي من جهة ما يستنبط بالفكر، أو هي فيما يسميه بمعنى المعنى، وهو أن نعقل من ظاهر اللفظ معنى يقودنا إلى معنى آخر. تحصل لدينا خاصيتي وقف على أهل الذوق والمعرفة، لا نسمع الكلمات وحدها والحروف، بل إنما كذلك الكيان الفكري الذي تنطق به، من حيث أن القصيدة الزجلية صارت مكتوبة وليست شفهية وشتان المعنيان. القصيدة الزجلية إذا أرادت الرقي بذاتها لابد وأن تشكل جزءا أو نمطا من الواقع الثقافي والفكري للإنسان. هنا تطرح إشكالية من نوع آخر، ذلك أن الموضوع سيتعلق بمسألة طبيعة التعامل مع هذا الواقع، وبالتحديد موقع الزجال الفكري والثقافي ونوعية هذا الموقف. أذكر هنا أنه لا يمكن نفي الصفة الذاتية المهيمنة في جل القصائد الزجلية الحديثة،
غير أننا نقع في بعض الأحيان بين الخلط الذاتي والإبداع الموضوعي، نمط التفكير الفردي ونمط التفكير الجماعي. الذاتية في الأدب مسألة واقعية، إلا أنه لا بد من أن تكون هناك نزعة موضوعية تعالج وتستبصر قضايا الواقع بأكثر من عناصر ذاتية. ومن أجل الوصول إلى ذلك التحديد وهذا الوضع، يمكن التساؤل: هل يمكن التحقيق التعقل المزدوج بين الذاتية الفردية والذاتية الجماعية؟ ما معنى أن ننقل هموما ذاتية إلى الآخر بدون وعي وتعقل؟ وهذا سائد كثير في القصائد الزجلية الحديثة. إن أهم إشكال هو كيفية حدوث الانتقال، وكذلك الانتقال من الوجدان إلى الإذاك، أي إلى الكتابة المتعلقة والمانحة للصور من الموروث والحاضر والمستقبل السفلي تقال. كان لأبي حيان التوحيدي أن سجل في المقابصات في أن بعض المسائل توجد بالفكر والروية، وبعضها بالخاطر أو الإلهام. ما نحتاجه اليوم في السياق الزجري هو الشق الأول من هذه القولة. إن هذه القضايا تقتضي رؤية خاصة، أو بالأحرى تدعو الزجالين إلى قراءة الواقع. فقصيدة الزجلية لم تعد مجرد إمتاع ومؤانسة، بل صارت في حاجة إلى التنظير الأكاديمي، وهو ما نقوم به الآن، الذي يتوصل بمنهاجية في التحليل وتسخير لغة واصفة، وهي لغة البحث العلمي والتحليل الموضوعي. إن نقل مثل هذه الدواوين الزجلية إلى المدارس والجامعات قليل بتطوير الوعي الفكري داخلها. هناك بحوث وأطايح تنجز حول الزجل، وحتى لا يحس الباحث والناقد والدارس الأدبي بنوع من القرف والاشمئزاز من بعض الدواوين الفارغة بالمعنى الثقافي عند التقويم، على الزجال أن يكتب له بوعي وفكر يجد فيه لذة ومعرفة. أتحدث الآن عن المبادئ الجمالية والفكرية التي يجب أن تتوفر عليها قصيدة الزجلية. نحن لسنا في حاجة إلى ما يخلق الاطمئنان في قلوبنا عبر التوصل الذاتي والبساطة الديماغوجية في عالم اجتماعي موسوم بالتعقيد والتغير. هذه الصفة مهيمنة في الدواوين الزجلية الحديثة، بل نحن في حاجة إلى انتقال الاعتقاد والركون إلى الذات الواعية المهوسة بطرح الأسئلة المقلقة والمشاغبة وهم القسوة وفتح الجروح الغائرة. Thank you.